طلاب، نكمل محاضرتنا. هاي المحاضرة هي مثل ما نقول هي مشابهة للمحاضرة السابقة، بس راح تكون أمر واحد بعدة إعازات، اللي هو بداية حتى لا أسويكم خربطة بالمعلومات لازم أوضح لكم إحنا شرح نشرح بالأساس. عندنا تدوير هسه. طيب حق الطالب، إحنا مو أخذنا بالمحاضرة السابقة تدوير، راح أوضح لك التدوير بهذا المحاضرة وتدوير عن المحاضرة السابقة شنو الاختلاف بيناتهم. إحنا سابقا لما لاحظون احنا شرحنا تدوير، بس التدوير لاين بس بنقطة الاصل. لما ترجع نشوف التدوير عندك هنا، شوف قال لك تدوير the line about the origin، نقطة الاصل، يعني هاي الحالة الاولى للتدوير. مين قال لك origin؟ يعني تدوير الاول، الحالة الاولى. بس لما يكون عندك تدوير مو نقطة الاصل، يعني خارج نقطة الاصل اللي هو راح نتكلم عنه هسه. لو تلاحظ هسه انا عندي هاي نقطة، يعني ماكو ما موجودة بالاساس، وقال لي دور لياها حول نقطة الاصل. شلون انا ادور اذا هي النقطة بالاساس ما موجودة على نقطة الاصل؟ جيد، هسه الطالب شلون راح يحير؟ بداية حتى اشرح لك شرح عام قريب من مفهوم الطالب، انا حتى ادور هاي النقطة حول نقطة الاصل اول شغلة، اول عملية انا اجيبها اخليها على نقطة الأصل. يعني شرح أسوي لها أول إعاز نقل. جيد، من راح أنقلها مفروض الشغلة الثانية أنا أدورها عكس عقارب الساعة، نرجع ندورها عكس عقارب الساعة. تمام، من أنا درتها هذا الشكل وصار بهذا الشكل هنا، أنا أريد أرجع هذا الشكل نفسه وين اللي هنا. تمام، حتى أرجعه شرح أسوي له، أسوي له نقل. يعني هو شو يريد معي؟ ادوره حول عقارب عكس عقارب هذا، حول نقطة الاصل وارجع النقطة الى مكانها السابق. هذا هو المفهوم من الروتري اذا كان، او العفو الروتيشن اذا كان النقطة مو قريبة على نقطة الاصل. هسه طالب يقول لي انس اريد افهم المصفوفة واريد افهم الاعازات. صحيح تفهم انت الاعازات، بس اكو امثلة راح تطلب احنا نفهم بالاساس هو شو راح يكون تخطيط للرسم. يعني هسه شو اتفقنا؟ لاحظوا حتى هنا قايل لك راح يكون عكس عقارب الساعة. يعني أول عملية حتى أدور حول نقطة الأصل ورجع الرسم إلى مكانه الطبيعي، أنا أول شغلة أنقل نقطة الأصل، نقلت نقطة الأصل. من بعدها أدور عكس عقارب الساعة. جيد، من دورت عكس عقارب الساعة أرجعه إلى النقطة الأصلية. جيد، هسه إحنا نجي نشيل أهم من إحنا نفهم، اللي هو الإعازات. الإعازات شلون؟ أول شغلة احنا اتفقنا النقل. جيد، بس النقل راح يكون هو حتى رجع لنقطة الأصل راح أقول له هنا سالب Q1 وسالب Q2 اللي هو بالأساس سالب TX وسالب TY. جيد، من دورت هذا نقلته، أجي اتفقنا إعازة الثاني اللي هو تدوير عكس عقارب الساعة. من دورت عكس عقارب الساعة أنا عندي مصفوفة معلومة اللي هي كوساين كوساين سالب ساين سالب ساين، عندي صفر صفر واحد صفر صفر اللي هو هاي ثابتة. الخطوة الثالثة اللي هي حتى أوصلك إياها هي هنا تقول له نفس الخطوة الأولى، هنا نفس الخطوة الأولى، بس شو حتسوي أنت؟ فقط عكس الإشارة، عكس الإشارة. هنا شنو يعني؟ سالب Q1 صارت Q1، سالب Q2 صارت Q2. طيب هسه احنا فهمنا انه ثلاث حالات انه للتدوير اذا كانت النقطة مو بنقطة الاصل. اول شغلة اسوي لها نقل، ثاني شغلة اسوي لها تدوير بس شنو؟ كاونتر كلوك واي، يعني عكس عقارب الساعة. ثالثا اسوي لها نقل بس هي نفس الخطوة الاولى طبعا، بس شنو؟ عكس الاشارة. جيد، هسه احنا ثلاث خطوات سويناها. لما نجي بالاخير شو راح نسوي احنا؟ خلي ببالك خطوة، احنا عندنا ثلاث حالات T3 T2 T1، هنا لازم انت تجمعها كلياتهم سوا. اضافة ذلك انت لازم تخلي بعد الماتريكس مالت البوينت، هنا اكو فد نقص عملية، هنا المفروض انت شاحت قله ماتريكس البوينت تخليه هنا.
اكو فد ملاحظه بسيطه. انت نعرف احنا عمليه الضرب عمليه ابداليه، سواء ضربت من هاي الجهه او ضربت من هاي الجهه انت راح تحصل على هاي المصفوفه. شغله اخيره هنا الاعازات ذني حتى لا ادوخك راح اعلمك عليهم بالحاسبه فيديو وحده يشمل هو عمل الماتريكس بكامل بالحاسبه. اضافه لذلك انت المفروض نفس الوقت تعرف شلون تضرب المصفوفه، واتفقنا انه راح يكون الرابط مالت الشرح موجود اسفل الفيديو الاول اللي هو راح يوضح لك شلون تضرب المصفوفات بالتفصيل. هنا نجي خلينا نشوف لنا مثال حتى نفهم الموضوع. طيب هنا المثال قايل لي، قال لي اريدك من عندك تدور لي المستطيل الرتانجلر اللي هو المستطيل او المربع اللي هو عندك هنا النقاط الاحداثيه 0 0 2 0 2 2 0 2. نجي نرسم الاحداثيات حتى احنا نفهم هذا الرسم مالتنا موجود على نقطة الاصل او لا. يقدر الطالب يعرفها مباشرة انه ما قال لك دور لي حول نقطة الاصل، لاحظ هو ما قال لك اوريجينال. عفوا طلاب. نجي هنا لما اجي انا ارسم الرسم راح يكون بهذا الشكل. طيب هنا عندي 0 0 وهنا عندي النقطة اللي هي عبارة عن 2 0 وهنا عندي النقطة اللي هي عبارة عن 0 العفو 0 2 هنا عندي 2 بصفر، والنقطة 2 2 اكيد لما راح تكون هنا هي 2 2. تجي انت تسوي لي بهذا الشكل توصل. هنا قال لك اريد من عندك تدور لي الريكتانجل اللي هو المستطيل. اول عملية احنا نعرف احنا ما يكون عندنا شكل وتعال انت دور لي اياه ومطيك زاوية اللي هي 30 كاونتر كلوك واي. اول شغلة نجي شو اتفقنا، اروح انقل الرسم الى نقطة الاصل، يعني هذا الرسم كله ادوره اخليه هنا أنا. جيد، من نقلته راح ادوره عكس عقارب الساعة، ومن يعني دورت عكس عقارب الساعة راح ارجع الرسم الى حالته الطبيعية. نجي لهنا لو تلاحظ هنا اول شغلة قال لك تي 1 اللي هي الرسم اللي اتفقنا عليه مالت المصفوفة 1 1 1 سالب كيو 1 سالب كيو 2 اللي هي 0 0. طيب هسه طالب راح يقول لي شلون احنا عرفنا سالب كيو 1 وسالب كيو 2 هي قيمتها سالب 1 بسالب 1. نجي هنا لو تلاحظ اريد اتاخذ لي اعلى قيمه موجوده بالاحداثيات، اعلى قيمه موجوده بالاحداثيات اللي هي قد 2 2. هاي 2 2 شنو نصها؟ هي عباره عن 1 1، يعني نص الرسم مالتك المنتصف مالت الرسم اللي هو احداثياته شنو؟ 1 1. جيد، نقلت انا الرسم علما للاحداثيات 1 1. من نقلته اسوي خطوه ثانيه اللي هو الروتيشن، ادور على من عكس عقارب الساعة، ولاحظ احنا خلينا السالب ساين. جيد، من سويت له تدوير لاحظ انا ما جاي اضرب بالماتريكس بوينت مباشرة، ما ادري اذا اعطيتك هذا الملاحظة او لا. الماتريكس بوينت ما اضربها الا اكمل الحل بالتفصيل يعني بالكامل، اوصل للخطوة الاخيرة اللي احنا متفقين عليها اللي هي تشمل التي اللي هي تشمل تي شاح يساوي لنا اللي هي تي الأخيرة على سبيل المثال هي خطوة الأخيرة. لو نجي نلاحظها هو هنا أنا بسوي الكمية على الدكتور باسم رامزها بالبي اللي هي خلينا نرمزها بتي. تي شاح يساوي لنا الخطوة الأخيرة اللي هي تي 3 نوبة تمشي بها بالتنازل تي 2 تي 1 والماتريكس بوينت. لاحظ أنا وين ضربت الماتريكس بوينت بآخر خطوة، نحن هذا حلنا كله عبارة عن خطوة واحدة، بس احنا حتى نوصل هاي الخطوة تمر بثلاث طرق حتى توصل لها اللي هي النقل والتدوير وترجع مره ثانيه تنقلها. هسه نرجع نكمل شرحنا. انا من دورت عكس عقارب الساعه لاحظت انا فقط كتبت المصفوفه مالتي، ما سويت لي فشي، يعني انا عباره عن حفظ مصفوفات. اجي للخطوه التي 3، التي 3 اللي هو عباره عن شنو؟ النقل، اتفقنا عكس خطوه الاولى، يعني هنا سالب كيو 1 صارت لي كيو 1، سالب كيو 2 صارت لي كيو 2، وايضا عوضت عن كيو 1 وكيو 2 برقم 1 1. اجي انا اجمع ثلاث حالات اللي هو عباره عن 3 3 تي 2 تي 1 والبوينت،
واسوي لها ضرب مصفوفه. الضرب احنا شو اتفقنا؟ نيجي خطوه خطوه، اقول له الصف الاول في العمود الاول، الصف الاول في العمود الثاني، والصف الاول في العمود الثالث. هاي اذا انت تريد تطبق الحل خطوه خطوه بيدك، اما اذا تريد تطبق بالحاسبه فالحاسبه راح يصير لها شرح فيديو واحده. هسه هذا يخص شنو؟ التدوير. لما الرفلكشن حول نقطة معينة وهي نفس الحالة اللي تكون لها خصائص تختلف عن خصائص الماتريكس اللي احنا حكيناها بالبداية. هسه قلت الطالب حمات يعني شلون احنا الرفلكشن بالبداية احنا كنا شنو اساسا رفلكشن على نقطة الاصل. هنا لا، هنا الرفلكشن مو موجود اساسا على نقطة الاصل ولا شيء. هنا لاحظوا وياي هو بالاساس بعيد عن نقطة الاصل، يعني هذا اللاين بعيد عن نقطة الاصل. حتى تسوي له ريفلكشن راح يمر بعدة خطوات. هاي الخطوة الاولى والدليل على انت جاي تشتغل بالريفلكشن بالطريقة الثانية. الخطوة الثانية والدليل الثاني حتى انت تعرف انت جاي تشتغل بالريفلكشن الموضوع الثاني، انه انت لك قانون اللي هو الواي يساوي اي زائد بي اكس. هذا راح تحتاجه حتى توجد الزاوية. شلون اوجد الزاوية؟ الزاوية هي اساسا اللي هو ثيتا يساوي لنا تان انفرس، تان انفرس للبي. هاي هي الخطوة الخاصة بإيجاد الزاوية بالرفلكشن. هنا نجي أول خطوة حتى أسوي رفلكشن، هنا مفروض أسوي له نقل. النقل راح يكون فقط سالب أي، يعني هنا راح تخلي إشارة سالب تي واي. جيد، لأن أنت بالأساس شنو؟ انت جاي تشتغل باللاين الخط الخاص بالواي، راح اسوي له تي واي اشاره سالبه. نجي الخطوه الثانيه، اني راح ادور تدوير شنو مع او عكس. هذا راح يكون مع عقارب الساعه، يعني عكس الخطوات اللي احنا سويناها بالروتيشن. هنا راح يكون عكس عقارب الساعه، وراح تلاحظ سالب ساين، يعني نفس الحل فقط اشاره بدل ما تكون هنا راح تكون هنا. الخطوه الثالثه راح اسوي انت ميرور اللي هي نفسها الخطوة اللي سحولة الرفلكشن. هنا أنا راح أضيف إشارة سالب، وين راح أضيف الإشارة السالب؟ إما للواي، لأن هو جاي نحكي إحنا على الأكس أكسس. إحنا شو اتفقنا بالرفلكشن أو الميرر؟ من أشوف الأكس يا هو ما موجود الواي، فالواي هي هنا أنا راح أضيف لها سالب واحد. جيد، يعني هسه أنت شنو الخطوة الأولى؟ نقل، بس النقل راح تخلي تي أكس إلى سالب. الخطوة الثانية تدوير، بس شنو كاونت هذا مع عقارب الساعة. والخطوة الثالثة راح اسوي له ميرور، بس شنو راح يكون اشارة سالبة اما للواي. وترجع حسة انت بس تخلص لثلاث الطرق الاولى، الطريقة الرابعة والخامسة سهلة. شلون؟ الرابعة هي نفس الخطوة الثانية بس شنو عكس. احنا شنو كنا كان يحكي عن مع عقارب الساعة، هنا راح يكون عكس عقارب الساعة، يعني بدل ما تكون الإشارة السالب ساين هنا أنا خليت الإشارة هنا. الخطوة رقم خمسة هي نفس الخطوة الأولى، نفس الخطوة الأولى، بس شنو الإشارة السالب راح تروح راح تكون موجبة لإما للتي واي. لاحظ إشارة راحت وصارت موجبة. طبيعا احنا شغلنا مفروض انت عرفته اللي هو بالأخير التي راح يكون جمع العمليات، العفو ضرب العمليات الخاصة بالمصفوفة من آخر شيء إلى أول شيء اللي هو تي 5 تي 4 تي 3 تي 2 تي 1. إضافة لذلك راح أخلي هنا الماتريكس مات البوينت حتى لا أنساه. هاي هي تطبيقها الخاص بالعمل. هنا أنا هذا الاكزامبل راح نشرحه فيديو واحدة اللي هو الاكزامبلات البقية وياهن، حتى شرح راح يكون فيديوهات اثنين اساسية، والفيديو الثالث راح يكون هو ندخل بصلب الموضوع اللي هو يخص المسائل.